السلام عليكم، اسمي كنتي أمسي فاطمة. قصة ديالي مع الطالق ديالي، طلقني باقي البنت في كرشي، دعيتو تخرجني على حسب، قال لك بأنه ما تلاش بغى البنت، قال لي أنا ما جدتكش على حسب تولدي ليا، جدتك أنا كخادمة عندي. ايه قال لي تخدمي عليا وتخدمي على امي وتناولينا، يعني انا ما سميتوش منين بالاول، ملي داني من دارنا قال الوالد، قال لي انا راه البنت اللي لدي تديتها على رقبتي وتبقى في دمتي غنتهلا في بنتك. قال لي با ما تعطيني والو، ما تعطيني حتى شي حاجه، ما تعطي عليا، تهلا ليا في بنتي ورقب ليا بنتي وما تخلي ليا بنتي تضيع في حتى بلاصه. ملي داني كنت صدمت شحال من عدة حوايج، كيجيو الناس كيدقوا عليه، كاينين كيدير التزوير، ما خلى ما خلى يعني شي حوايج كيديرهم، ما فهمتش ملي كنطلع انا على الناس اللي كيدقوا تيقول لي، كنقول لك شحال من خطره ما باقيش تطلع على حد، ما باقيش تواجهي مع حتى شي واحد ولا تهضري مع شي حد. قلت ليه علاش، غير قول لي علاش، ما كيبغانيش انا نهضر مع الناس ولا نشوف الحقيقه ديالتو باش غنتصادم. غادي تجي عندي مرت خوه ملي جات لعندي قالت لي واش فراسك بانه هاد السيد راه تيجوج وتيطلق، تيتجوج وتيطلق، راه شحال من مره طلق وفيهم نيت اختي. جيت نهضر معاه قلت لي قول لي هادشي كاع ما قلتيه لبا وما قلتيهش ليا، بانه شحال من حاجه كاينه ما قلتيهاش لينا نهار اللي جيتي بيتي تديني. نقز هو يقول لي داك السوق ماشي ديالك وماشي شغلك، بغيتي تعيشي عيشي، ما بغيتيش تعيشي ضربي الباب. لهذا كانت صادف به، جا واحد العون القضائي دخل هو والسلطة بداو كيحصيو ليه في الدار التحتانية على النفقة ديال المرأة اللي طلق قبل ما نجي انا. انا ما فراسيش ملي جيت وانا نقول ليه شكون هادوك، قال لي ماشي شغلك هذاك السوق ماشي ديالك بعيد عليك. العيشة ديالتي النوب الاول كانت باش غنقول لك ما عيشاش في الراحة، ما عيشاش في الهنا، ما عيشاش في سميتو. خرجني من النهار اللي سمعني انا حاملة، نقز هو يقول لي غادي تنوضي تحيديه، قلت ليه لا، قال لي انا ما جدكش انا، قال لي باش تولدي ليا انا، ولادي عندي ولادي، قال لي لاباس عليهم كل واحد وفين خدام، ولادو مع العيالات الاولين. انا المره اللي هي جاتني فيها مرت خوه وصرحت ليا، قالت لي راه الا ما غتكوني غتكوني انت 13 مره 13 مره 13 مره كيجيبهم وكينوضوا كيولد معاهم ويسيبهم ويخليهم. انا اللي عرفت ثلاثه اربعه كل واحد واش كيدير، هادو الكبار كاع اللي مع العيالات الاولين. شحال يكون هذا السيد تاع عمره؟ غادي تكون عنده دابا كدا و70. ديك الساعة كبير عليا ب 25 عام، ديك الساعة غادي تزوجت به لأنه جابوا لي الناس وشكروا لي وسميتو، قال لي الوالد سير بنتي تزوجي ولدي وليداتك وسيري هذا السيد راه باين فيه طيب وولد الناس سيري معاه. المهم درت عقدي، درت اللوازم ديالي، مشيت، مشات معايا والدة تاعتي ومشى معايا خويا، تا شاف فين غادي نسكن، تا شافو فين سميتو. لا انا ما فراسيش، هو قال لبا مرا وحده اللي عندي مع اربعه الاولاد والما باقي راه ما ذكروش. لهذا غادي انا تصدمت وماتت عليا يديا وزدت كنبكي. قلت لي علاش قلتي لي، كذبتي على بو، كذبتي علينا وقلتي لينا بانه عندك غير مره وحده مع اربعه الاولاد. قال لي هذاك السوق ماشي ديالك، دخلي سوق راسك. قال لي كلي وشربي وتمتعي وخدمي المهم ما تدخليش في الشؤون ديالي. ما فهمتش، قال لك هو تاغي، قال لك هو تاغي، هو قال لك انا ماشي شغل حتى واحد فيا، داكشي اللي غادي ندير غنديرو وماشي سوقك فيا. لا بس عليه الله يهدى بالناس في الصوت.
اختي. يسير كملي. ايوا صافي، ملي سميتو هو يقول لي، قال لي داك السوق ماشي ديالك، بعيد عليك، كولي وشربي وما تكري حتى حاجه على طرف لسانك. لهذا واحد النهار كانت صادف به عندي واحد خويا في السعوديه حالا، ناض ونقز ويقول لي، قال لي بغيت ندير تكوين، نقز ويقول لي لا، قال لي انا راه عندي، قال لي الماكينه باش كنخرج فوتوكوبيات ونخرج، قال لي سميتو الدبلومات ديال التكوين المهني وداكشي، راه غادي نزور لك واحد. نقزت انا، قلت لي لا، قلت لي علاش بغيتي دير كود؟ صيفط لي اخويا للحبس بانه الدبلوم مزور، حيت عنده هو الماكينه باش كيزور داكشي. غادي نتصادف بيه تاني، كيجيو الدراري كيدقوا عليه، تقدر 18 عام 20 عام 13 عام 18 عام. قلت ليه علاش درتي هكا؟ علاش بغاو منك هاد الدراري؟ علاش كيجيو الدراري على هكا على هاد الحساب؟ قال لي انت دخلي سوق راسك، تيدخل لواحد الدار التحتانيه عنده، تيقعد تيخرج تزوير في مكناس. في مكناس اودي، انا اش غنقول لك؟ ما عنديش دليل، حيت انا النهار اللي بغى يخرج هذاك داك سميتو ديال التكوين المهني اللي هو ديبلوم لخويا، انا قلت لخويا ما تشدوش منه وما تهزش داكشي، قلت ليه مزور راه غادي تلعب بالنار، انا ما عنديش دليل. هادشي علاش حنا كاع جبدنا هاد الصداع كله، علاش على هاد هادشي؟ علاش اللقطين كيقول لي ما تدخليش سوقي؟ قلت ليه لا، كاع الحاجه اللي هي خايبه ولا كاع الحاجه اللي هي قلت ليه فيها المشاكل، علاش كديرها؟ علاش كديرها؟ نهار اللي خرجت كان ولد، طاحت لي البنت في كرشي، نقزت، قلت ليه ودي راه يمكن انا راه خرجت كان ولد. قال لي داكشي اللي خصني انا، ما تولديش ليا، ما عندي ما ندير بالولاد، انا ولادي راه كبروا وصلوا مستوى عالي، ما عندكش علاش تولدي؟ انا رجلك خادمه عندي، لا انا لا امي. صافي صافي هادي، علاش نقز ضربني؟ من بعد ملي ضربني جات مو واقفه عليا كتقول لي ضرب ضرب، قالت لي الشلحه ضربها، كيضربني بالشمال، كيلوح لي على كرشي، بدا كيورك لي على كرشي وكيضرب فيا، تيقول لي انا هاد الجنين مني جديه؟ ما جديش مني، جديه من اكادير، وتيضرب فيا. نط وقفت بحال هكا، قلت لي حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيك الحق، انا ماشي جدو من الزنقه وماشي بنت العايره، وانا ماشي بنت الزنقه باش تهمني في شرفي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. غادي نوض وغادي ستة ليا واحد الصالة كبيرة سدها ليا، وكاين التلج والبرد، وفقت في شهر 12، خلاني بالجوع، وهو سد عليا، كيطلع هو مول الكوزينة تيحلوها، تيقعدو كياكلو كيشربو، تيسدو الكوزينة تاني، تيهبطو هي كتخرج، هو كيمشي كيخرج. خلوني شي 4 شهور وانا بالجوع، سدينا ليا. غادي نوض واحد النهار خلاني نسى الساروت، ما داش معاه، بقيت كنجرب الساروت تشبدو، سد حليت عليا، طلعت للسطح الفوق، غادي ندق على واحد الجاره بالشهاده ديالتها مسكينه، نقزت قالت لي على ساد عليك، قلت لها ساد عليا، قالت لي ملي شتك قطعتي حسك وما كتهضري ما كتكلمي ما كاينش حسك في الدار، عرفتو بانه كيضربك، واش ضربك البارح؟ قلت لها ضربني. نقزت مسكينه وهي دير واحد السله فيها واحد شوبينه، عمرتها بالمرقه وجابت ليا وصيفطها وعطاتني الخبز ودارت السله ودارت فيها سلك، وقالت ليا لوحي ليا قنبه، ولحت لها واحد الحزام وطلعت الماكله ونزلت لتحت ودرت كي لا سديت عليها ولحت الساروت. فبيها غادي يجي في العشيه غادي يحل عليا، غادي يلقى الماكله واحد شوبينه اللي سميتو خبيتها عليه، جا قلب السداري هو يلقاها، قعدت تضربني بها للراس، تضربني حتى سخفت، حتى ما تليتش قديت كنهضر نهضر. ملي سميتو صافي، ملي خرجت ناض قال لي هز ليا حيد ليا حوايجي كاملين، حيد ليا كل شي حوايجي، حيدهم ليا، لحني بواحد العبايه باش لحني، وخرجني قال لي انا حامله فمي الكرشي، انا حامله وغادي نمشي، غادي نمشي لديك الجمعيه ديال النساء المتخلى عليهم في مكناس. مشيت لتما، من بعد دخلت عندهم شكيت ليهم، قالوا لي غادي تدخلي ما عندك فين تمشي، قلت لهم ما عنديش فين نمشي،
دخلت شدوني تما، قالوا لي تقعدي تتولدي. قلت لهم لا الله يخليكم تقدروا، قلت لهم تعطيوني باش نركب نمشي في حالتي لدارنا. نقز المدير ديالهم قال لي واش غادي تدعيه، قلت لهم هي غادي ندعيه. ناضوا وقفوا معايا، هزيت الخاتم ديالي اللي هو ديال المارياج ديالي بعته، شديت محاميه، هما شدوا لي تكفلوا لي بداك الشيء، شديت محاميه قالت لي اعطيني اللاكت، اعطيتها اللاكت وعطيتها كل شيء المعلومات. جيت اي ملي دعيتو، ملي دعيتو ما بان ليا والو، ما نكذبش عليك، ما فهمتش كي دار داك الطلاق وكي دار داك الشيء، ما فهمتش. ولقيت راسي مطلقه، لهذا غادي نفاجئ البنت تزادت بشهر، غادي تعيط عليا المحاميه فلانه. قلت لها نعم، قالت لي راكي طلقتي، اجي تدي الطلاق ديالك والمستحقات ديالك. مشيت تنطلع وتنزل، تنطلع وتنزل، شديت الحكم ديالي اللي هو الطلاق، اللي هو الطلاق ديالي. من بعد ملي اسميتو بديت كنطلع وكنزل على ديك المستحقات ديالي اللي هما داك سميتو، لا ماشي النفقه، المتعه ديال الطلاق. كنطلع 3 سنين وانا كنمشي وكنجي، كنمشي وكنجي، كنمشي وتنجي. نط قلت للمحاميه، قلت لها انت دابا كلشي في يديك، عاونيني. قلت لها نخرج دوك المستحقات، راهم حطهم هو في الصندوق. قالت لي انا ما عندي ما ندير لك، سيري عيطي على راجلك وقولي ليه يدير لك واحد التنازل وهدي وهدي. المهم كنمشي كندق عليه، ما كيحلش عليا كاع بصفه نهائيه، ما كيحلش عليا لا نفقة لا حتى حاجة، ما تيحلش عليا، ما تيعطينيش راس الخيط. باش غنتفاجئ تاني غادي نلقاه بانه جاب مرة اخرى. ملي جاب هذيك المرأة نط مشيت عاود تاني لعندها، دخلت عندها قلت لها شوفي راه السيد راه تجوج، الله يرحم والديك عاونيني. كنمشي حتى المحطة، كنبات في المحطة، نعاود نرجع تاني للمحكمة. تكرفصت تكرفصت وتدا عليا وشردني، طردت شحال من حاجة، علاش طردت في مكناس؟ كنبادو البنت باقي صغيرة، يلا غادي تكون عندها ديك الساعة شي 3 شهور، باقي كترضع. هزة بنتي وفاتحة بسيزاريير، وكنبقى الناس في المحطة، ونعاود رجعت لي لعندهم المحكمة، تيقولوا لي ما عندنا ما نديروا لك هادشي. سي أنا كنطالبة سيدي غير بحقي، راه طلقني بكرشي باش طلقني، انا ما عنديش، عندي الله. دقيت البيبان تايت، نشت الناس تايت، ما لقيت ما ندير. الرقم ديالي هو 06 02 00 93 96. عييت 06 02 00 93 96. عييت اي باب دقيت تيقولوا لي ما عندنا ما نديرو ليك. كتبت للراعي العام، ما ناشدني بوالو، انا كنطلب من سيدنا وكنطلب من سي الحموشي يوقف ليا في هاد القضيه، لانه تحقرت، كليت العصا وتعذبت ونعست في الزناقي وتلحت، ومالي حق، مالي حق حتى شي حاجه، ما عطاني حقي، ما عطاني الحق للبنتو. انا كنناشد سيدنا، الله يخليك لينا سيدنا، الله يحفظك لينا. لما تشوف قضيتي راني تحقرت، راني تحقرت وما عنديش، وراني فاتحه واحد الرجل وما قداش نخدم. اي باب دقيت والا كيقولوا لك ما عندناش ما عندناش.